عندها 18 عام زيدة في شهر 8 2003. بخير وعلى خير، ما كتعاني من حتى شي مرض. هي من الحملة طلع لها شوية الطونسيون، من طلع لها الطونسيون جابوها للسبيطار قالوا لها غتولدي بالفتيح، طالع لك الطونسيون ما خصكش زعما تولدي عادية. ولدت بالفتيح، واش اللي ولد بالفتيح تيخرجوه على يومين؟ ولدت الجمعة وخرجوها الحد، واش الحد السبيطارات خدامين الحد باش يخرجوا السيدة فاتحة؟ واش هادشي معقول ولا ماشي معقول؟ واش متفقين معايا؟ واش الدرية عندها 18 عام ولدت بالفتيح وتخرجوها على الحد؟ هادشي راه ماشي معقول هادشي. باقا صغيرة، باقا صغيرة ما عارفاش. هي قالوا لها الحد، قالوا لها غتخرجي. خرجات، ملي خرجت مسكينة تزاد عليها الحال. باقا صغيرة ما عارفاش، تزاد عليها الحال. جابوها لهنايا ماشي الدواء، الدواء المستعجلات ولا الدواء فين يقلبوها، الدواء السبيطار ديال الوالدات، دخلوها السبيطار ديال الوالدات. علاش ماش غيديروا تما؟ راه الناس كيولدوا، يا راه والدة يعني خاصها تمشي للمستعجلات يقلبوها ويشوفوا شنو عندها، ماشي يديوها لبلاصة الوالدات. وما خصوش بعدا، انا كنهضر على ما خصهاش تخرج نهار 3 ايام ولا يومين. واش وحده والده بالفتيح وتخرج نهار 3 ايام؟ ما يمكنش هادشي، هادشي راه ماشي معقول. هاد السبيطارات راه كيديروا لنا هاد الحاله بحال هكا، هادشي راه ماشي معقول. السبيطار كله يتحمل المسؤوليه، من المدير حتى الموظف، هذا السيكيورتي اللي عند الباب كلهم يتحملوا المسؤوليه. لان الدريه باش تولد بالفتيح وتخرج نهار الحد، ونهار الحد ما كايناش الخدمه. واش كاين شي واحد تيخرج نهار الحد؟ واش كاين الخدمه بلا خير؟ واش كاين الخدمه نهار الحد؟ واش الادارات ديال السبيطار خدامين نهار الحد؟ كيخرجوا الناس نهار الحد؟ وزيد لي وادي بالفتيح ما تخرجش نهار الحد، نهار الحد ما كاينش الخروج، خاصها على الاقل تبقى 5 ايام. انسان اللي واعد، انا تنولد طبيعيه وكنبقى في السبيطار 3 ايام، علاش نخرج؟ باش العنايه ما كاينش، باش العنايه خويا ما كاينش. راه ما عندنا لا طب هنا، راه ما عندنا لا تعليم، راه هذوك الطبقه الهشه راه مهمشين، راه حتى واحد ما مزوق ليهم، راه ما كيدوهاش فيهم. راه ما اللي عندو يعيش، اللي عندو في عند الناس يعيش، واللي ما عندوش يموت، ها هو المصير ديالو. يلاه تزوجات مسكينه، يلاه تزوجات. العام الاول تزوجات، هذاك العام، هذاك العام عاد تزوجات ودارت العرس ديالها. اش كطالبوا دابا؟ واليوم عندها ولدات، عندها 18 عام اخويا، عندها 18 عام. حنا تنطالبوا بهذا السبيطار ياخذ، ناخذوا حقنا ديالها اللي كبرت اللي توفات. نشوف الدريه كيفاش ماتت، اشنو وقع ليها؟ واش الدريه نهار الجمعه ولدت مع 11 خرجوها نهار الحد مع 12؟ واش هادشي معقول؟ والده بالفتيح، هادشي راه ماشي معقول، هادشي راه ماشي معقول.